طيب شباب، اليوم محاضرتنا عن Lexical Semantics and Multilingualism، اللي هي هذه المحاضرة بتمهد لمحاضرتين بعدها، المحاضرتين اللي بعدها واحدة عشان ندرس الوورد نت بالتفصيل، وواحدة عشان ندرس الأرابيك أنتولوجي بالتفصيل. والأرابيك أنتولوجي حندرسها كساينس وكريسيرتش، يعني حندرس الأرابيك أنتولوجي اللي هي محاضرة الثالثة تيجي، حنأخذها مش بس حندرسها كعلم، يعني الشيء المشهور خلينا نقول، حنأخذ كمان الأشياء اللي لسه مش مشهور، لأني حاب تحسوا، يعني بدي أحطكم في جو الريسيرش، يعني إنه هاي شايفين مثلا مشاكل بحل فيها، ملاحظين كيف؟ فأول شيء ندخل في المقدمة Lexical Semantics، وشو علاقة Lexical Semantics خلينا نقول بتمثيل المعرفة وهندسة المعرفة والذكاء الصناعي والمواضيع هاي، لأنها سيمانتكس، لأنه أصلاً المنطق مبني أصلاً هو أساس يمثل تفسير، مزبوط؟ تفسير عشان يكون تفسير واحد مرة. فأكل حال خلينا ندخل نشوف غموض اللغة وعلاقتها بالمنطق وعلاقتها في المعرفة. أول إشي بدنا نأخذ هاي لازم تبقى هنا. أول إشي بدنا نأخذ اللي هي linguistic ontologies versus application ontologies. هلا أنتوا بتعرفوا شو application ontologies؟ ده شفنا في المحاضرات الماضية درسنا عن الأنتولوجي، مزبوط؟ شفنا كيف الأنتولوجي. هلا هذا نوع آخر من الأنتولوجيز، نوع آخر. يعني لما واحد بنقول عن الانتولوجي ما يتبادرش ذهنه هذا الموضوع اللي هي لينغويستيك انتولوجي زي العربي انتولوجي والوورد نت، يتبادر ذهنه اكثر، لانه اصلا في ديبيت اصلا ان هل هاي انتولوجيز ولا من اصله ولا لا. في ناس بيقولوا هاي مش انتولوجيز اصلا. الانتولوجيز اللي درسناها في الماضي انه مثلا نعمل انتولوجي عن جوبس، انتولوجي عن الاي جوفرمنت، انتولوجي عن هي لدومين معين، لنوع من انواع الابلكيشنز، مش شرط الابلكيشن واحد تنعملش انتولوجي الابلكيشن واحد، تعمل لك كلاس اوف ابلكيشنز. فنشوف هلا. لكن اللينغويستيك انتولوجيز في طالعه، يعني زادت اهميتها بالفتره الاخيره. شو الفرق؟ شيء الابلكيشن انتولوجي كنا is to represent السيمانتكس تبع ايش؟ تبع الابلكيشن. احنا بنعمل ريبريزنتيشن لسيمانتكس لابلكيشن معين، زي مثلا او لدومين معين زي الفوف انتولوجي. الفوف هي انتولوجي، مزبوط؟ او البلستير الاي جفرمنت انتولوجي، او الكاستمر كومبلينت انتولوجي. يعني عندنا مشكله، يعني احسن مثال عليها كيف بتاعت الاي جفرمنت، هاي انتولوجي لهاي عشان الوزارات تشبك مع بعض. فلكل كلاس او ابلكيشنز او لدومين معين نعمل انتولوجي. هيك الناس بتعرف شيء الانتولوجي، الناس بتبادر، يعني لو تقول لهم لينغويستيك انتولوجي كثير حتى من العلماء بيعرف قصدك شو معنات لينغويستيك انتولوجي. يعني بجوز هذا التيرم بعش اذا حد استعمله غيري، بس انا حاولت افرق عشان ما تتخربشوش بين الابلكيشن انتولوجي واللينغويستيك انتولوجي. هلا ايتش وير، انتبهوا، لما اقول مثلا ليجل بيرسون او اقول كومباني، في البلستين الاي جفرمنت انتولوجي، هون شو بنعني؟ بنعني كونسبت، ما بنعني اكثر من كونسبت زي ما بدنا نشوف. على فكره هذا السلايد بزبط تدرسه باول المحاضره وباخر المحاضره، فلما تيجوا تدرسوه المره الجاي تبقوا فاهمين بقيه المحاضره، بتفهموا لسه اكثر. بس تذكروا انه ايش؟ فيش بولوسيمي. هلا بنشوف شو معنات بولوسيمي، وانه كل كلمه لها كونسبت واحد. هلا احنا بنعمل ريبريزنتيشن لابلكيشنز نوليدج، مزبوط؟ مش المعرفه الانسانيه. لما نعمل بلستين جفرمنت انتولوجي بنعمل المعرفه الانسانيه بس ما يخص الوزارات الممثله بالقانون الفلسطيني بس، مزبوط؟ هلا وهي فيها نوع من انواع الداتا ستراكشر، بتاخذ مكه داتا ستراكشر عن البيانات اللي بتساويها.
ف used only by a certain application or class of applications. هاي الانتولوجيز يعني بتساوي لكلاس اوف ابلكيشنز. وبينما اللينجويستيك انتولوجي لاحظ هاي بنمثل فيها السيمانتكس تبع دومين معين. اللينجويستيك انتولوجي زي ما بنقول بدنا نعمل انتولوجيا للغه العربيه. طب شو يعني اللي هو بدنا نمثل السيمانتكس يعني المعنى الدلالي تبع ايش كل كلمات الموجوده باللغه العربيه. سوري مش الكلمات، كل معاني كل الكلمات. مرادفات يعني؟ لا بدناش نقول مرادفات هلا، هلا بنشوف بنهايه ال معاني الكلمات، المعاني الجذور للكلمات، معاني الكلمات. ليش؟ لانه الكلمه لاحظ هلا لما كنا كومباني في البلستينيان جفرمنت اونتولوجي، شو الكومباني؟ 3-4 people joined to هي لها شخصية قانونية. طب بتعرف شو معنات كومباني برضو بالإنجليزي؟ شو معنات كومباني ماجد في الإنجليزي؟ شركة وغيره. صحبة. فأني واحد المقصود؟ المقصود الأولى، المقصود الشركة. هلا ما جبنا سيرة إنه الكلمة لها أكثر من معنى، مزبوط؟ هلا إذن كان في مخنا إنه كل كلمة لها معنى واحد، مزبوط؟ فبس لما نحكي عن أنتولوجي لينغويستيك لكل اللغة العربية، لينغويستيك أنتولوجي لكل اللغة العربية، لازم نأخذ بعين الاعتبار إيش اللي هو مسميه تعدد معاني الكلمات. وبالتالي على فكرة هي الأنتولوجي للمعاني مش للكلمات بحد ذاتها، مزبوط؟ ممكن تسمي الكلمة ABC بالآخر، مش مهم. وهي مستقلة عن particular application، عادة بكشف في مخنا application معين. هلا لما نعمل إحنا لكل ontology لكل اللغة، لكل المعاني الموجودة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هذا الكلام وكأن على فكرة إحنا نساوي بنمثل المعرفة الإنسانية. الإنسانية على فكرة مش الإنسانية غلط، لما نقول الإنسانية معناته لازم نحط كل اللغات. المعرفة العربية بالضبط. على فكرة فعلا مجتمع معين، مش المجتمع فلسطيني سيارتي، لا مجتمع الناطق بلغة ما، كل المجتمع الناطق بلغة. طيب فهون نأخذ بعين الاعتبار البوليسيمي اللي هي تعدد المعاني، بنمثل المعرفة بالكومون سنس يعني. وبعدين هاي بتميز عن هاي، هاي لكلاس اوف ابلكيشن، هاي ل يعني جنرال. ف أول شيء خلينا نشوف علاقة الكلمة بالمعنى، علاقة الكلمة بالمعنى ماشي أو بمعانيها. وهون بدنا نشوف هلا بالضبط هو هذا الموضوع اللي هو اسمه إيش. بس هلا بدنا نوقف، يعني بدناش نشرح عن الأنتولوجيز، بدنا نوقف. أنا هاي المحاضرة مش عن الأنتولوجيز، هاي بس عشان تشرح عن علاقة الكلمة بمعانيها. اول موضوع شو يعني لكسيكال سيمانتكس؟ تفضل. يعني انا لحد هلا ما اقتنعتش بكلامك انه لازم افصل لينغويستيكال لينغويستيك انتولوجي عن الابلكيشن انتولوجي. ما هي لينغويستيك يعني ممكن اعتبر انا اي كان كونسيدر ان اللانجويج الابلكيشن الانتولوجي، واي ابلكيشن ثانيه زي الجفرمنت اتس ان ابلكيشن الانتولوجي. يعني ذا اول ديفرنس از ذا لينغويستيك انتولوجي از بيجر ذان ذا ابلكيشن انتولوجي. انا متفق معك على فكره، انا مش مختلف معك، بس بدي اذكرك بشغله انه عاده فيما يسمى، وانا كنت هاي تسميتي انا مش تسميه علميه، يعني سوري علميه بس تسميتي انا بجوز مش ننتشر، انه شيء اسمه لينغويستيك اونتولوجي. هلا اللي انت ما خدتوش بعين الاعتبار انه عاده تيبيكلي لما نقول اونتولوجي ما ناخذش بعين الاعتبار تعدد معاني الكلمات، صح؟ نأخذش بعين الاعتبار ان هالكلمه لها اكثر من معنى. هلا بدنا ناخذ دايمنشن جديد لما بدنا نبني انتولوجيز. هلا اليوم نتعلم شيء جديد انه الكلمه لها اكثر من معنى. خلينا نشوف. فشو يعني لكسيكال سيمانتكس؟ ذا ستدي اوف هاو اند وات ويردز اوف ا لانجويج دينوت، يعني على ماذا، كيف وعلى ماذا تدل ايش الكلمات. في الدال والمدلول في اللغة العربية لكل كلمة. هلا where the meaning of a lexical unit. هلا على فكرة لما نقول
الناس دائما نقول ويردز في اللغه صح. هلا على فكره بس في شيء في مرات اشياء اكثر من ويرد. يعني شو معنى السلطه؟ الوطنيه، الفلسطينيه، كل كلمه لها مستقله لها معانيها. بس كلمه السلطه الوطنيه الفلسطينيه بلوك واحد هذا. فخلينا اليوم من اليوم الطالع لما مجازا بنقول وير بس بنعني في ايش يونت لي اسمها ليكسيكال يونت. ليكسيكال يونت وير ده اكثر دي نوتينج ا كونسبت مصطلح. يعني كلمة مصطلح هو أكثر من كلمة اللي هو ممكن يكون أكثر من كلمة مجموعة كلمات. فإز استابليشد باي لوكينج أت أ نيبرهود. هلا كيف بنفهم معاني الليكسيكال يونت أو الويرد؟ بالضبط. هلا بنروح بنطلع الجملة بنشوف من 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 موقعها في من موقعها في الجملة احنا بنفهم المعنى. هاي أول نقطة. طيب يعني هاي الليكسيك التعريف الليكسيكال يونت زي الكلام اللي حكينا. هلا في على فكره هذا موجود عبر التاريخ دراسات في اللغه والفلسفه والسايكولوجي بالمناسبه لدراسه علاقه الكلمه بتفسيرها يعني بالمعنى اللي بتدل عليه. وفي كثير ثيوريز يعني طبعا هاي خلينا نقول مش في علم الاي تي بقدر ما هي في علم اللينغويستكس عشان تعمل الديكومبوزيشن اللي هي تفكك الكلمه من الجمله وتفهم معناها. يعني اللي بدي اقوله انه في ثيوريز كثيره وفي ثيوريز على فكره مش يكون متناقضه بس بيختلف عن بعض تماما. وفي تشابه بين هذه الثيوريز. وهي عادة الثيوريز هي لانجويج اندبندنت لانها عادة اللي بيشتغل فيها عادة. يعني في اشياء سبيسيفيك للانجويج معينة وفي اشياء عامة ثيوريز عامة لكل اللغات. احنا هون مندرسش انا يعني سوري في المحاضرة بدرسش هاي الثيوريز بقدر ما يعني بدي ابسط الامر كثير. بس المحاضرة هي قصيرة جدا على فكره يعني هلا شوي بنوقف بس عشان اورجيكم عشان اعمل مدخل ل الويرد نت والعربي اونتولوجي هي في المناسبه. فالليكسيكال سيمانتكس فوكسز اون ذا مينينج سوري اون ذا مابينج اوف ويردز انتو كونسبتس. كونسبت يعني المعنى. طيب الثيوريز عادة أو الأبروتشز اللي بتفكك الكلمة عشان سوري الجملة عشان تفهم ارتباطاتها بالمعاني. يعني في ثيوريز بقول لك ما مستحيل إنه في كلمة لها معنى لحالها فيش. ف can you understand the meaning independently of a sentence؟ سؤال شو رأيكم؟ مش هل بنقدر نفهم معنى كلمة معينة لحالها بدون جملة؟ بس مش نفس المعنى شو رأيك ديما؟ أنا عمال بفكر فيه إذا كانت مثلاً لقيت كلمة مكتوبة على ورقة هيك لحالها بتوقع إنه صعب. بس مثلاً لما حد بيكون عماله بيحكي مع حدا بيكون في situation معين بيكون في بتفهمين على إشي معين مرات بكلمة واحدة بتقدر يوصلها المعنى اللي بده إياه مزبوط. فالكلمة بتاخد معناها مرات منها لحالها مش عشانها بدون جملة حسب يعني بتشكك ديما يعني ديما بتشكك انه بنقدر نفهم الجملة الكلمة لحالها هيك بدك تقول شريهان؟ اذا كانت الكلمة اسم خلص اذا كانت بحاجة انه نعرف مثلا موقعها بالجملة. بس اذا كانت اسم مثلا سيارة مثلا لما تقول سيارة شو بحاجة انت للجملة عشان تعرف معناتها؟ شو رأيكم؟ شو رأيك عمال احنا بحاجة لشو عشان نفهم معنى سيارة؟ مظبوط في بعض الكلمات خلص مينينغفول سيارة كبيرة بس إذا كان لا سيارة كبيرة موضوع ثاني سيارة أطفال سيارة أطفال لا سيارة
تقصد معنى الجملة ولا معنى الكلمة؟ معنى الكلمة، أنا بقول معنى الكلمة مش معنى الجملة. هل بنقدر نفهم معنى ال... إذا كانت نوم؟ يعني مثلا كلمة سيارة قد تكون هي الفيكل السيارة، وقد تكون زمان كانوا يستخدموا السيارة. وجاءت سيارة فدافة أوردوا واردهم فأدلى دلوهم، ما هوش سيارة. سيارة على نفس مفهوم. بطيخ يا سيدي بطيخ بطيخ. طيب سؤالي، واضح أنكم من قسمين، واضح أنكم من قسمين، وهذا إيش صح هلا بقول ليش. طيب هل بنقدر نعمل نفهم معنى الكلمة باستقلالية عن الجرامر؟ عن قواعد لغة اللغة؟ لا. لا. كيف لا؟ يعني هل بنقدر نفهم معنى هل في اعتمادية بين معنى الكلمة والجرامر؟ لا. لو انه هيك كان الجرامر يعني وقع في جملة يعني الجرامر اللي هي القواعد. يعني يكتب يكتب غير يكتب مثلا. اه صح. لا مش بس انت لما تدور على معنى الكلمه مثلا مالكش علاقه مالوش علاقه بالقاموس لا بالجمله المخطوطه فيها ولا بالقاعده تلاقي معناها بعدين بتكيفها على الجمله والقواعد الموجوده عندها بكون محولها للجذر يعني انا بدي ابحث على كلمه بعملها جذرها طيب بروح ببحث على الجذر وتحت الجذر بعمل بدور على برجع بدور على الكلمه ناقصها يعني مثلا كتب يكتب بروح على كتبه بدور تحت كتبه عن يكتب اذا لقيتها لحالها منفرده عن قاعده مش هو سؤال ما يكتب لحالها تلاقي معناها بمعزل عن الجرامر meaningful كيف يعني مش معزل عن الجرامر لا لازم يكون في الجرامر كتبه على كل حال كل الكلام اللي بتقولوه كل واحد منكم وكأنه طريقة رأيه خلينا نقول رأيه أو طريقة تفكيره تنتمي إلى مذهب من فقهاء الأربعة من عدة مذاهب أو أبروتش لا 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 هاي هي ثيوريز هاي هي ثيوريز يعني بعض الأسماء الثيوريز ما إشي معروف بري ستراكتشرالست سيمانتكس في إشي هيك يعني في ستراكتشرالست سيما ان نون ستراكتشرالست سيمانتكس في إشي بنسميه الانتربريتيف سيمانتكس جينيراتيف سيمانتكس كوجنيتيف سيمانتكس هلا هذا مش مطلوب احنا مش مطلوب عندنا في المحاضره نفهم الثيوريز لانه هذا موضوع طويل هاي كورسات كل واحد من هذول كورس كورس كامل او علم كامل حتى هلا انا هون احنا اي تي انا هون على فكره مستحق انه يعني انه تعملوا انتوا يعني دراسات ولو هاي دراسات على فكره بيمروها مرات ناس فقهاء في الدين هاي بطرق التفسير على فكره يعني على فكره علم تفسير يعني بالقران هسه علم التفسير اذا سمحت بس علم التفسير وفي مثلا في المسيحيه اللي هو الثيولوجي وهي تتطرق لكل هاي المواضيع بالمناسبه لانها هي بتحاول فهم المعاني لنصوص دينيه انكالت بغض النظر هي قران هي حديث هي انجيل هي قال فلان فهي عمليه ولا هي عمليه تفسير هلا احنا هون درسنا عمليه زي اللي بدرس تفسير بالمناسبه هي بالضبط زي بدرس تفسير عارف كلام الله يعني اسمه بس عم جرب بجوز تسمع عنه خلي 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 انا بحكي معي تفصيل مش الكلمة بروجي اكثر معنى لها بعدين اي بتصير معناها مختلف عن كل هلا 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 بعطيك مثال انا شايف هلا بعطيك مثال عشان تشوف كيف الابروتش انا في عندي ابروتش بدي اسميه مش ثيوريتيكال انا بديش ادعي انه ثيوريتيكال هذا الابروتش انا بدي ادعي انه هاي الابروتش اللي بندرسها انها It's an engineering point of view. يعني أنا ناظر الأمور بطريقة هندسية لأنه إحنا هون بدنا نعمل applications يا جماعة عشان جوجل يصير أحسن عشان الإي جفرمنت تصير عشان نبيع سوفتوير بالآخر ما بلزمناش بالآخر حتى لو في ثيوري أحسن من ثيوري طبعاً مصلحتنا لا هلا إحنا بدنا نطلع الأمور بطريقة engineering يعني لو فعلا انه الكلمه بتتفسرش الا تكون موجوده في جمله بصراحه ما نقدرش نبني ابلكيشنز يعني حتى لو هي النظريه صح ما نقدرش نبني ابلكيشنز لانه احنا بحاجه ان نبني ابلكيشنز مرات نفهم الكلمات مستقله فهون اهم شيء تفهموا اهم شيء انا كنت بدي اثير بينكم نقاش او جدل وبعدين اجي اقول لكم تعالوا خلص وقفوا النقاش
هلا احنا لا بغض اللي بتقوله لا هو صح غلط ولا هو صح وي دونت كير. احنا بدنا نطلع على الامور بطريقه ايش؟ هندسيه. هندسيه. طيب خلينا ناخذ المثل اللي هو مثلث المعنى اذا سيمانتيك تريانجل. شرحنا قبل هيك طريقه بسيطه هلا شو معناه؟ هلا في بقول لك في هاي متعارف عليها في علم الليكسيكال سيمانتكس، هذا معروف هذا المثلث في 1908 جومبرز اللي عمل المثلث. هلا ايش انه في عندنا ثلاث اشياء، في عندنا الكلمه والمعنى والشيء نفسه ناشي هذولا ثلاث اشياء وفي علاقات بينهم. هاتوا ناخذ مثال، مثال ناخذ كلمه ايش؟ تيبل. انا دائما بضرب مثال تيبل. شو يعني تيبل؟ هلا انا سواء حكيتها صوت هي او كلمه تي اي بي ال اي هاي سيمبل. هذا رمز. هلا وين انتو وين قدح تريجرز يعني شو قدح هذا الكلام او لايش رمز في ذهن؟ هاتوا نضرب هون. شو رمز؟ طاوله. جدول. لا بديش يعني نحكي هيك بس طاوله، يعني شو الصوره الموجوده براسك عن طاوله؟ سطح له اربع جرين. سطح له اربع جرين. استخدم له هذا الاغراض، يعني خشب عاده بكون لو بمعنى جدول. خلينا عشان المثال عندي بمعنى جدول. صفوف واعمل هيك زي يعني لو انا ورجيتك هذا هيك، هل هاي جدول شايفينه على الورقه؟ طيب هل الكيبورد تاعت الكمبيوتر جدول؟ الى حد ما لحد ما. طب شو بتخيل جدول؟ صفحه اكسل هيك. صفحه اكسل. هل هذا جدول؟ طبعا. بتخيل ذهنك لاحظ الموجود كنا هاي رمز سيمبل في كونسبت في راسنا معين a set of data arranged in rows and columns. هيك تفكيرنا عن جدول، هيك هذا بنسميه الكونسبت. هلا طيب شو علاقة كلمة جدول؟ انسى الكونسبت، شو علاقة كلمة جدول بالثينكس يعني الأشياء الموجودة على أرض الواقع بالإنستانسز؟ يعني هلا الإشي الموجود براسنا هو غير موجود، يعني غير موجود بالواقع، هو موجود بس بروسنا مزبوط؟ هي فكرتنا إحنا عن الدنيا، بس الدنيا نفسها الرياليتي الدنيا نفسها بتختلف. يعني هذا تصورنا عن الرياليتي، يعني هذا الزلمه هذا بتطلع هون مزبوط؟ هلا هذا وين موجود؟ في راسه. بس الرياليتي نفسها شو فيها؟ اوبجكتس او ثينكس الاشياء. فهل هذا جدول؟ الكاسه هاي جدول؟ لا. لو جينا طب شو الاشياء انت اللي بتخليك تصير تسميها بناء على شو بتصنف؟ انه هاي الاشياء هذا الاشي جدول؟ هذا مش جدول. المواصفات اللي انت مواصفات شروط معينه تلك موجود في راسك، هذا هو التصور. في ناس بيقولوا له تصور او اللي هو الكونسبت. طيب هلا قد يكون للكلمه اكثر من معنى. لما اقول كلمه جدول قد اعني قد يكون عندي تصور اخر للكلمه. وهي الكلمه التصور هذا بيشير الى كونسبتس الى انستانسز بتختلف. يعني بمعنى اخر كونسبت يعني ما في علاقه اطلاقا بين هذا الكونسبت وهذا الكونسبت وهذول الست اوف انستانسز والست اوف انستانسز اللي بيشير لهم هذا الكونسبت الا فقط ايش؟ وعلى فكره اللغه تعرفين كيف بتتطور زي يعني خذوا مثال كيف اللغه بتتطور. بكى في عندنا مثلا تلفون تطور عليه شيء جديد صار ايش؟ جوال. فاضطرينا احنا نوع معين من الاشياء اصدرنا عليه اسم ثاني. هلا لما اصدرنا عليه اسم ثاني اعطيناها كلمه موبايل.
بدناش اياه تلفون هاتف او سميناه جوال بالعربي مش هاتف جوال. طيب على فكره كلمه جوال ما هي كلمه مستعمله لكل شيء ثاني تماما يا اخي. فالناس يعني الناس الهيومنز متعودين انه ايش اول ما بيطلع اشي بيجيبوا له كلمه من غالبا ما بيستعملوا كلمات من الموجوده بسلتهم الموجوده بسلتهم بسكتوها بسكتوها كم مستعمله لكونسبت ثاني والثالث ورابع وعاشر نفس الكلمه بيستعملوها لتصور اخر لكونسبت اخر. ملاحظين كيف متفقين معي؟ بس بيكون في علاقه بين الكلمتين. هلا العلاقه على فكره قد تكون علاقه وتنتهي بسرعه والناس بضلوا مستعملين الكلمه وكذا يعني معنى اخر قد يكون ما يكونش علاقه. لا هي اول مره غالبا ما غالبا ما انه اول ما تطلع الكلمه يا بنستعملها لعلاقتها جوال لانه متنقل لانه الشيء يعني متحرك بسبب معين او مرات لجرسها الموسيقي تعجبنا بنروح بنستعملها ل هاي المفهوم. رأيي بطريقة عشوائية بعرفش بطريقة عشوائية او لا بس المجتمع بيصدر عفويا ناش نسميها عشوائيا عفويا كلمات لكونسبت معينة. على كل حال يعني العالم اجتمعوش وحكوا بدنا نسمي هذا جوال ما حد اجتمع مجتمع وقرروا ما حدش اجتمع عرف صارت لا هي على فكرة انا العلماء بسموها نيجوشيشن هي مفاوضات داخل المجتمع وفوتينج بس ناتشرال ان ناتشرال وي يعني شو انو كان عايش بالاردن اول ما طلع الجوال انو كان بالاردن بال95 94 ما كنت صغار في السن كان بالضبط كانوا يعني بصراحه كانوا الاردنيين يعرفوا قبلنا هون عن فلسطين يعني بتذكر كانوا يسموه خلوي اول ما طلع خلوي خليوي 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 من لبنان خلوي بالاردن مزبوط صح عشان احترم لبنان خمس مرات هلا هلا اول بعدين احنا كنا نسميه بيليفون اللي هي استعمال الكلمه الاسرائيليه شركه جوال فصارت يعني معنى اخر في حدا حط اسم او اكثر من حدا حط اسماء بس على فكره بالوطن العربي غالبا الاكبر كلمه مستعمله هلا اللي هي الجوال بس شو اللي صار؟ صار زي تكون مفاوضات طبيعية داخل المجتمع واخذت اسم. زي كلمة انتفاضة. لا هي ثورة ولا هي مظاهرة. مش هيك ولا هي في القاموس. الناس طلعوها. وصارت. فهي الأشياء هيك بتصير ها؟ مرات بتحضر فيلم أو الناس تتأثر بفيلم معين أو بشغلة أو بنكتة واحد عملها في على وناس تأخذ بتاخذ الكلمه وبتمشي. طيب هلا هذا اللي بنسميه ايش كونسبت. شو تعريف الكونسبت مثلا يا ماجد؟ مجموعه من القواعد والخصائص اللي بتميز المعاني عن بعض. مش المعاني الاشياء هلا اذا هي مجموعه من الشروط الخصائص بعرف شو اللي احنا هي نفس الشيء الشروط او الخصائص او المميزات اللي احنا بنستعملها هي موجوده وين؟ في ذهننا على فكره، هي مش موجوده بالواقع، الكونسبت مش موجود بالواقع. موجوده في ذهننا بنستعملها عشان نميز الاشياء الاشياء احنا عن بعض. يعني انا دائما بضرب مثال بيجي واحد من وين؟ المريخ. بيجي واحد من بيجوا اثنين من المريخ بيظهروا على غرفه فيها طلاب ومدرس وناس قاعدين بياكلوا كيك وبيشربوا قهوه. ها؟ ف واحد بده مثلا بدهم اثنين هم واثنين واحد بده يسرق بس يأشر له انه ايش اسرق هذولا اللي 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 يعني هذا بصير أشر له زي اللي عنده راس اللي له هذول ايدين اللي مش عارف هذول اسرقهم هلا المره الجاي افرض بدوش يجي معك كله روح انت شوف الغرفه الثانيه شوف بدك تعد له هذا اللي له كذا وله لا سعادة أول مرة بقول له سرقناها هذيك المرة هلا إذا سارقين أكثر من مرة ملاحظة شو بيصير شو بيصير يعني بالآخر في الآخر بيطلعوا كلمة هلا إذا شفتوا كيف أنتجوا كلمة هلا بالمقابل هذول اللي بينتجوا في المقابل
قد احنا نتعلم الكلمه الاودينس. لا يعني كيف هي مفاوضات، كمان مره مفاوضات. طب انا ما اصدرتش الكلمه، انا ما فوضتش حدا، او انا وياه اطلعنا، شو معناها كلمه مبال؟ ما انا ما كنتش، بس انا شو صار، سمعتها، شفت كل المجتمع بحكيها، فقلت لهم موبايل، هذا اسمه موبايل، خلاص بصير استعمل كلمه موبايل. هلا بغلط، اول مره بغلط، بصير اسمي هذا موبايل، وبصير اسمي هاي موبايل، فبرد علي مثلا ولي بقول لي لا هذا ما اسموش موبايل، فخلص وكاني بطلع بعمل اكسكلوجن للاشياء اللي زي هيك، بطلعها من، فبعمل اخر بصير اطور في الست اوف رولز، بظل احدد فيها. فانت احنا دائما، الناس على فكره دائما في محاوله تحديد، هو شو معنى فهم؟ بنقول نفهم كذا، هي محاوله تحديد الصفات اللي مطلق عليها الاسم الفلاني. يعني اقول لكم، اضرب لكم مثال من السياسي، شو معنى كلمه علمانيه؟ فصل الدين عن الدولة. هذا مثلا مفهوم مرفوض عند ناس كثير، بس بنفس الوقت هو بقول لك تعرف حاله انا علماني، بحب اكون علماني، بس ايش هذا المفهوم؟ اذا انا متدين هذا المفهوم ماله بديش اياه. فتلك العلماء او المفكرين بحاولوا مرات ينتجوا مفاهيم او فسروا مفاهيم، فتلك بقول لك لا في معنيين للعلماني، في المعنى اللي هو المتشدد، المعنى الإلحادي في العلمانية اللي هو بيقول فصل الدين عن الدولة، و و و و وفي معنى ثاني إن هاد قصده يكون الدولة لازم تكون ديمقراطية ومدنية، فهذا المقصود مش المعنى الإلحادي. لاحظ أنت كيف؟ فإيش؟ فأنت بتصير تلعب بالست فرولز هذول عشان تتكيف مع، عشان تفصل موجود على الأرض. أيوة ملاحظين كيف؟ وعلى فكرة هي الأشياء، الحياة الدنيا هون، الكونسبتس اللي نطلعها عشان نعبر عن الواقع، هي بالمناسبة مش شرط يكون هاي المفاهيم فيزيكا، هاي سوري مش المفاهيم، الأوبجيكتس مش شرط تبقى فيزيكا، هي قد تكون أشياء فيزيائية، قد تكون أشياء نسميها أبستراكت، وقد تكون أشياء، قد تكون عمليات، عملية معينة، يعني عملية الهضم، عملية الأكل، وين هاي موجودة؟ هاي مش أبستراكت، هاي موجودة على الواقع، بس مش فيزيكا، صح؟ بس موجودة بالواقع. هلا مش فيزيكا الهضم، العملية عملية، مش الهرمونات تاعت الهضم، مش الأكل، مش المعدة، البروسيس. هلا كل واحدة هاي لحالها مستقلة، هلا البروسيس نفسها هاي يعني نسميها هاي العملية، لا هي ابستراكت ولا هي فيزيكا. الابستراكت زي شو؟ زي شو؟ انا بعطيني مثال على على كونسبت واوبجكت ابستراكت. الحب، هات نحكي على الحب. الحب، هل الحب وين الحب؟ أول شيء خلينا لو بدينا ندرسه شو الصفات اللي بتخلي اللي بنحطها للحب، والشيء الحالات شو الأوبجكتس بتاعت الحب، أو سوري الإنستانسز بتاعت الحب. يعني مثلا لو بنحكي مثلا انس صبور بحاله حب، كيف عرفنا في صفات معينه؟ هلا انس بحب، سواء كان رجل او انثى، او حب ولا شيء، حاله الحب تبعته هاي ايش؟ انستنس للمفهوم تبع الموجود هون. ماهر نفس الشيء، يعني كل الحالات بتاعت اللي حبه، كل حالات الحب، لا ممكن الواحد يحب اكثر من واحد او اكثر من مره، مزبوط؟ فهذول الحبيبات. شو جمع حب؟ حالات الحب، حالات. ها هذول كلهم ايش؟ هم الانستنس تاعت ايش؟ المفهوم. طيب انا بعرف الحب، مين حبيب فينا؟ بغض النظر انا مش موضوع، يعني بعد مش مجموعه من المشاعر هيك بتتفرعلي، بعرف. بس على كل حال شيل حالات، طلع شو اللي بصير؟
انه الناس هون او الشخص هون هو بحط براسه صفات معينه، صفات معينه اللي هو بيميز فيها الحالات اللي هو بسميها حب عن 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 اللي لا. فهمتوا كيف؟ هيك ضربنا ثلاث امثله اشياء على فيزيكال ابستراكت وعمليه للحب. طيب هاي كنا شو بنسميها يا ناس؟ المصدق. انستنس اوف ا كونسبت. شو يعني بالعربي انستنس؟ طب ليش اسمها الماسه ذاك الشريحه؟ بالضبط الما صدق وافق وافق المتطلبات او الما وافق للتصور للشروط الموجوده هون. يعني باختصار انا بحب اكلكم زي تعرفوا ما كان اللي برودكشن لاين هذا اللي بيغلف ها تبكى كنان الكولا طالع على الكشاط وماركه. حط كل انواع كل الانستنسز اللي في الدنيا، كل الانستنسز اللي في الدنيا هيك تصور انت على كشاط واللي حتى القديمه اللي في التاريخ. وحط الجك كل هذا في براسه ايش تصور معين، اي اوبجكت بيجي بيوافق مواصفاته بيسوي فيه شيء. فهي عملية إيه؟ ما صدق هذه مواصفة. واضحة؟ طيب هلا شو مع شو الفرق بين معنى بين كلمة معنى وكونسبت يا أناس؟ تسين. نفس الشيء. شو معنى الفرق بين كلمة معنى وكلمة كونسبت؟ سوري يعني كونسبت ومينينج. أو مفهوم ومعنى. المينينج اللي هي ديسكريبشن للكونسبت. لا هم بالضبط لما نقول كلمة المعنى نقصد فيها الكونسبت، نقصد فيها السيمانتكس. مو هذول الثلاث كلمات بس يستعملوا تبادليا او المفهوم والمعنى. طيب هلا بدنا نشوف انه ما حدش قال لي انه استاذ الكونسبتس هون اللي في راس مثلا شخص معين هي مش بالضبط يعني الكونسبت يعني الشروط، شروط كيف انا بقول مثلا هذا كتاب بجوز مؤيد يقول لا لا هذا مش كتاب. طيب هو اذا هو في براسه مجموعه من الشروط اللي بتخلي الاشياء كتاب وانا في براسي مجموعه من الشروط. هل سؤالي هل بالضبط نفس المجموعه بينه بشترك انا وياه فيها؟ طب ولا انا وياه؟ اذا لا طب كيف بنقدر نفهم مع بعض؟ في شو اشترك؟ انترسكشن. في انترسكشن بينه. يعني لو سألنا سؤال عن أمي من القدس هنا شريهام الأربعة الكاذبين في الزاوية طيب مثلا شريهام في براسك أنت لو فتحنا راس شريهام وقلنا شو الشروط اللي هي حاطتها براسها تصورها إنه اللي بتخلي الأشياء كتاب كتاب وفتحنا اللي عند ماجد براس ماجد كدين ملك كنسبة للتوافق كدين ايش يعني؟ اضربوا مثلا رقم كدين؟ 95. اذا في 5% اختلاف في حالات معينة. لو ورجيتي اشي لشريهان قلت لها هاي كتاب بتقول بس ماش بتقول لا والعكس صحيح. طيب طيب انا من جنين كديش بتوافق انا وماجد على الشروط؟ 80 85 طيب 85. طب ليش قلتوا 85 بس مع شريهان قلتوا 95؟ شو علاقة المنطقة شو علاقة المنطقة بالاشتراك في الكونسيبت؟ بالضبط كلامكم صح شعوركم مزبوط. كل ما عادة أبعدنا عن بعض بتكل المفاوضات بين على إيش؟ على على الشروط اللي بتخلي الكونسيبت كونسيبت صح ولا لا؟ اهم شيء نعرف انه مش نفس الكونسيبت في رؤوس الناس. انت لو جبت مثال غير كتاب يا دكتور، لو جبت مثال مثلا موجود في القدس اكثر ما موجود في جنين وهيك زي مثلا شيء بيستخدموه في القدس بيستخدموه استخدموه شعرنا زي شو مثلا؟ زي كعك مزبوط كعك مصرارة صح. هل نفس الكعك كلمة كعك تعني في جنين مثلا اشي
او 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 يعني انتوا لو شفتوه طبعا 95% بجوز نشترك. بس في حالات ناس بسميها كعك يعني في شيء معين في ناس احنا بسموه كعك الكعك بسمسم هذا اللي عندهم المسوار هذا بسووش انا بجين فانت بتحكي كعك لا شريان بتفكر هاي يعني احسن شيء انا الفرق بين الكعك والمعمول مثلا بالعيد الكعك والمعمول ها طيب بجوز تروحوا على يعني بدي اقول بتختفي مش الكلمات هي الكونسيبت الشروط على كل حال بدناش ندخل فيها كثير اللي بدي اقوله يعني واضح وصلتكم الفكره وعلى فكره اذا بتروح لسه على بلاد ثانيه زي نروح على المغرب عشان نبعد كثير نلقى هناك نسبه اشتراكنا مش بالكلمات لاحظوا في فرق في مرات الكلمه يبقى لنا عندنا احنا لها اسم ثاني يعني الشغله يبقى لنا اسم ثاني بس انا ما بحكيش عن هاي الحاله انا بحكي عن نفس الكلمه بس ايوه الكونسيبت تبعه طيب هلا اذا احنا بنحكي بالتقريب متفقين يعني لما اقعد احكي انا ومؤيد احنا بنحكي بالتقريب بالمناسبه في يعني ضروري اول شيء يكون قاموس مشترك بينه وبينه عشان نقدر نفهم على بعض بس مرات بتجيش الاشياء 100% هلا المكتوب بالقواميس عادة أو اللي بنحكي فيه هو يعني خلينا نقول الشروط الموجودة هون بنحكي عن the most common properties مرات مش كل الديتيلز مش كل الديتيلز في الشياطين الشيطان بالتفاصيل سوري اتفاق مصالحة من الشيطان بالتفاصيل لم يوصلوا لأنه فيش كونسيبت مثلا الاعتقال السياسي على كل حال هلا احنا الناس اكثر شيء يشتركوا في ايش هلا are used within a community of practice هاي الكوميونيتي اوف براكتس ممكن تكون بروفيشنز وممكن تكون اللغة نفسها يعني اللغة العامة سوري زي مثلا بروفيشنز بضرب مثال زي الميكانيكية قد انهم بيستعملوا بينهم كلمات ذات معاني او نفس الكلمات اللي بنعرفها معاني اللي بيستعملوها هم بتختلف عن المعاني اللي بيستعملها باقي المجتمع مع انه واحد بجنين واحد بالقدس الميكانيكية بس بتفكوا مرات على معاني معينة أكثر من اتفاقهم مع مدنهم فأنا بسميها مرات أو الأطباء أو تعين الـ IT أو إلى آخره فبسميها أنا community of practice على فكرة هي language نفسها مجتمع اللغة نفسه ما هي برضو community of practice فهمتوا علي؟ طيب هلأ كل ما كبر المجتمع وكانت الانتراكشنز اللي هي التواصل اقل داخل المجتمع كل ما ايش زاد اختلاف بعدت الكونسبت ملاحظين كيف كل ما زاد الانتراكشنز كل ما ايش تقاربت الكونسبت طيب هلا شو طرق الانتراكشنز الحكي طب واذا بعاد عنا سكايب على سكايب وغيره الكتابه التلفزيون شو يعني الكتابه التلفزيون شنو الكتب يعني لما احنا بنقرا لشو اسمها هاي الكاتبه الجزائريه احلام استغامه لما نتفرج على الافلام المصريه لما نتفرج على شو بنتعلم ولا بنتعلم ايش وهم بيتعلموا ولا بيتعلموش فايش كل ما حكي المجتمع مع بعضه أكثر كل ما زادت الكونسبت أكثر طيب خلينا هلأ قبل ما نخلص نأخذ إشي اسمه البوليسيمي البوليسيمي اللي هي تعدد معاني هاي بنسميها هاي الظاهرة بنسميها بوليسيمي تعدد معاني السيمبول is the capacity of a lexical unit to refer to multiple meanings or concepts these meanings can be related or different مش شرط يبقوا على فكرة نفسهم أو مختلفين مالهم ما لنا علاقة ملاحظين كيف؟ اللي هي إنه زي مثلا كلمة جدول كداش لها معنى؟
اثنين. على فكرة هي جدول لها مش اثنين، باللغة الإنجليزية لها تسعة. لا تسمعان كلمتين لا تسمعان. تعدد معاني الكلمات هاي شو بنسميها؟ بوليسي. طيب خلينا نشوف ريتا تيمرمان. ايه ريتا تيمرمان تعليقها على البوليسمي؟ تقول لك بوليسمي is the consequence of meaning evolution. ليش بصير تعدد معاني؟ تطور يعني هذا هو نتيجة تطور. The constant discussion over how to name and what words mean is in the discourse of community and implies language evolution. لاحظين كيف؟ ده هلا most في البوم إيش بقول؟ The most frequent word forms اللي هي lexical unit يعني are the most polysemous. يعني أنمي أكثر الكلمات polysemous يعني إلهم تعدد معاني. هم أكثر كلمات مستعملة. هذا شيء أكيد. ليش؟ لأن لو جينا ها؟ أنا بتعارض مع إيش؟ لا بتعارض مع هم. ليش كيف؟ هلا احنا حكينا تعدد المعاني للكلمه البوليسيم صح ولا لا؟ بكون لها عدد معاني. ما دام الشيء كثير مستخدم اذا كثير مستخدم اذا هو مفهوم. شو هو يعني تقريبا الناس بيصطلحوا على الكونسبت تبعه. صح احنا ما بنحكيش على الكونسبت. احنا ما بنحكيش على الكونسبت انه اكثر من كونسبت نفس الكلمه. انه اكثر من كونسبت نفس الكلمه. طيب قصدك طاوله ولا قصدك جدول؟ هو اكثر كلمه تستخدم باستمرار تيبل طاوله او حسب الدكتور مثلا حسب المكان الظرف. لما تجاري لما اقصد التيبل ما قصده مثلا جدول يعني كيف قصده طاوله؟ لا لا مش هيك. لا لا انتوا النقاش تبعكم راح على شيء ثاني. ما ايش بدك تحكي؟ منى بتحكي على الكونسبت الواحد قديش ناس مشتركين او متفقين عليه. احنا لا بنحكي قد ايه كل كلمه لها كونسبتس اكثر. يعني عدد الكونسبت مش انا بحكيش على داخل هاي. انا فاهمه بحكي على تعدد بعين. انا ترى الكلمات كل ما شو بتقول كريستيان في البوم انه اكثر الكلمات شيوعا هي اكثر الكلمات الها بوليسيمس. طبيعي على فكره هذا طبعا مش طبيعي. هي زادت شيوعا لانه لها اكثر من لانه لها اكثر من كلمه او لانها لها قابليه تكون لها اكثر من. طيب على كل حال سينونيمي شو يعني السينونيمي؟ شو يعني السينونيمي؟ مرادف. ترادف. هلا different lexical units denoting the same concept. The same concept. Two lexical units are said to be synonym if they can be used interchangeably in a certain context. زي إيش؟ هلا بنشوف. Many synonyms evolved from the parallel use. طلعوا كيف؟ هلا في اختلاف. هلا في ناس بتدخل على اللغة العربية بقول لك لا يوجد كلمتين لها نفس المعنى. على فكرة غلط فاتح كان. أصلاً طريقة تناول الموضوع خاطئ. أنا بقول لكم ليش؟ لأنه الكلمة لها تعدد معاني صح؟ يعني كلمة إلها خمس معاني. كلمة إلها كديش معنى؟ خمسة. وكلمة إلها خمس معاني. طبعاً هو خمس معاني مختلفة. هلا بجوز هذول الكلمتين يتفقن في ثلاث ويختلفوا كهكذا يضل أربعة صح؟ ضل أربعة. فيعني هاي يعني معنيين لها ومعنيين لها. فهو لما نقول وكاد يتفقوا وين في معنى يعني هون بالانجليزي ها تيبل وتابيولر اريه كلمه تابيولر اريه تتوافق مع هاي لها تسع معاني بعرفش قديش لها نفترض اربع خمس معاني تتوافق مع معنى واحد مشترك. في معنى واحد مشترك هون بنقصد السينونيم زي مثلا تيبل لاحظ تيبل هاي وتيبل 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 تيبل as a set of data arranged يعني زي جدول تيبل أبيس of furniture أثاث تيبل اللي هي كمة جبل مستوية هاي مثل اسمها ميسا ميسا أو تيبل في الإنجليزي لاحظ إنه
هلا هذول الثنتين سينونيمز بس وين لهذا المعنى؟ هذول الثنتين سينونيم لهذا المعنى. فهمتوا علي؟ واضحة؟ فلما نقول ترادف لحظة عن ايش بنحكي؟ مش بنحكي انه كلمة كل معانيها تترادف مع كل معاني كلمة ثانية. طيب مالتي لينجواليزم اخر 2 سلايدز. هلا كونسبتس ار لانجويج اندبندنتلي اور لانجويج اندبندنتلي. الكونسبتس ايش الكلمات يا انس؟ هل الكونسبتس لانجويج اندبندنت؟ اكيد لا 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 يعني مستقلات عن الكونسبت. شو رايكم؟ لازم ديبند. ها؟ اندبندنت يعني مستقلات. مستحيل بغض النظر عن اللغه. يعني انت لما تقول كلمه انا شو عندي تصور؟ ما شو رايكم باللغه؟ صح؟ يعني طاوله طاوله طاوله. الكونسبت نفسه في راسك نفسه سواء كان شو رايك معاذ؟ بالتركي صح؟ شو مستقلة؟ لا مستقلة. لا لأنها بتعتمد على الكلتشر فعشان يكونوا في نفس الكلتشر بيحكوا نفس اللغة نفس الكلمة يعني مش على اللغة دايركت. هلا نفس الكونسبت ديما شو بتقول؟ شو بتقول؟ شو منفصلة عن اللغة بس مرتبطة مع الكلتشر عادة الكلتشر مع اللغة معظم الوقت. اوكي لا ما لا لا مزبوط. هلا اللي بتقوله انا concepts are not totally مش 100% language dependent او independent. سوري بدلها مباشره. لا ما هي بالثنتين بيخدم نفس لا بس اصلا are not totally language independent. لا 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 مضبوط صح مضبوط مضبوط لا توت اندبندنت يعني مش 100% مستقله. هي مستقله بس مش 100% از ليش صحي ما لهاش علاقه باللانجويج بس زي ما حكت ديما وماس انه ما هي مرتبطه بالكلتشر والكلتشر مرتبطه باللغه. يعني از ذي تيبيكلي ديبند اون ذا كلتشر اوف ذا لانجويج سبيكرز. لاحظين كيف؟ هلا بات ايش؟ لاحظ هون تيبل جدول تيبل طاوله. لهاي كلمه تيبل لها عده معاني، كلمه جدول لها عده معاني من لغه ثانيه جاي، كلمه طاوله لها عده معاني برضه من لغه من الثانيه. هلا احد معاني كلمه جدول يتطابق مع احد معاني كلمه تيبل. هلا و فمن الكونسبتس ار شيرد طبعا شيرد بين اللانجوج والكلتشر طبعا شيرد والا كان مندرش نتواصل مع بعض اطلاقا. هلا انه اسهل علينا نتواصل مع الفرنسيين او الطليان ولا مع الصينيين؟ في كثير تواصل. انه اسهل علينا التواصل مع طبعاً اللي طبعاً مش لأننا نعرف اللغة. يعني افرض لما نحكي اسمع افرض لما نحكي بالإشارات أنا بفهم عليك أكثر الإيطالي ولا الصيني؟ طبعاً الطلياني. ليه؟ لأنه في كونسبتس مشترك بينك وبينه أكثر من اشتراكك مع الصين. طبعاً طب الصين مع اليابان مشتركوا أكثر منا مظبوط؟ فسفيه اللي اقوله ماني كونسبتس ار شير كروس لانجويج سن الخليل صار سن الخليل especially if the speakers of these languages interact with each other. ها كل ما زادت التواصل الثقافي بين المجتمعات اللي بتحكي لغات ثانيه برضه كل ما زادت ايش الكونسبت. The more interactions between two communities speaking different languages the more shared concepts can be found. هلا مين بتصور او هاتوا نيجي تصور ثلاث لغات مع بعض انجليزي عربي فرنسي اكيد في انا ما بحكيش عن كلمات اكيد مش كلمات اكيد في concepts. انا بعطينا concepts موجوده بالعربي مش موجوده لا بالانجليزي ولا بالفرنسي. الوالدان الاخضر البركه. انا بعطيني كونسبت
نشترك من الفرنسيين مع العرب بس الانجليز لا هون يعني بهاي المنطقه هاي المنطقه انجليزي وفرنسي اي عربي وفرنسي يلا انا بحكي فرنسي هون جوتين هاي الفرنسي على فكره هذول كلمتين جوتين مش كلمه واحده ثلاث في جو طيب على كل حال بس شفت الفكره شيء كيف شفت الفكره هلا كان على فكره انا بودي اعمل قياس بس هاي اكسبيرمنت للباحثين هذول باحثين اي تي ها الباحثين اللي لازم يشتغلوا في انا رايي كل شيء اي تي بس بده كل شيء كان بنفسي حدا يعمل تجربه طبعا ما بتزبطش 100% بس بنقدر نضع مؤشرات قديش المشترك ديش اسميه الثقافي المشترك الكونسبت المشترك مش الكلمات اكيد بين العربي والانجليزي وبجوز الفرنسي كمان طب هل حكيت عن الكلمات ممكن لا الكونسبت في شيء كلمات مهم الكلمات كل واحد تختلف تماما لا بتوقع هاي انا اسمعوا وهاي بتزيد وبتنقص هاي يعني انا قد ادعي انه مثلا اهل اليونان قد نشترك معاهم اكثر ما هم بيشتركوا مع الانجليز او الفرنسيين او بس على فكره بس هذا شيء دايناميك لانه بتزيد الانتراكشن مع الانجليز بكم من 100 سنه وترد تزيد مع فهمتوا كيف تختلف فا يعني بصراحة أنا أعتقد إن هاي open research problem which it's really interesting وإلها انعكاسات سياسية وثقافية حتى يعني يعطيكم العافية في أسئلة فيش أسئلة